استغفر الله العظيم. وبعدين يا جبري، الدنيا يا اختي عماله تضيق علينا، والسواد عمال يزيد، والمشاكل بتكتر، ومفيش حاجه هتتحل الا اذا حطينا ايدينا في ايدين بعض. جيتيلي قبل كده وقلت نفس الكلام، وانا قلت لك لا، عشان تعرفي ان انا نيتي سليمه ومش ناويه على الشر. لا يا كريم، احنا الاثنين شر يا اختي، وسبحان الله يمكن ربنا جمعنا مع بعض عشان نصفي قلوبنا كده، والسواد اللي جوانا ده يروح. انا قلبي نضيف من ناحيتك. لا، في قلبك كتير كتير كمان. اقول لك على حاجه، وانا كمان اللي في قلبي ليكي عمره ما حيروح ولا هنساه، بس يعني ممكن اقفل عليه الباب وما افتحوش تاني، وانت كمان اعمل كده. وانا عمري قلبي ما كان في حاجه وحشه من ناحيتك. لا يا كريم، كان في وكتير كمان. اقول لك على حاجه، اللي في قلبي ليكي عمره ما حيروح، بس يعني ممكن اقفل عليه الباب واعمل روحي ناسياه، وانت كمان اعمل كده. والسواد اللي قلبتيه وكبرتيه كان عمل لك ايه يا عبد الله عشان تموتيه وتمرمطيني وتبهدليني انا وبناته بالشكل ده؟ ها؟ خبريها كريم، عشان بكرهك يا اختي. والله بكرهك، وحفضل طول عمري اكرهك ولا عمري احبك ابدا. اها، وانا عمري قلبي ما هيصفى عليك ابدا يا جبرية. خلاص، وماله، خلينا كده نقطعه في بعض لحد عيالنا ما يضيعوا. استغفر الله العظيم يا رب. اقول لها ايه دي؟ ما انا جيت لك ومديت ايدي، قطعتيها واديتيني ظهرك، اعمل ايه اكتر من كده؟ عارفه ليه؟ قولي لي انت ليه؟ عشان لو كنت وقتها قلت لك يا كريمة هو ده بس اللي ليكي، كنت هتوافقي وتسكتي؟ إن جيتي للحق ما كنتش هوافق. أها، شفتي؟ أنت السبب في السواد اللي إحنا فيه ده. صحك ده يا كريمة، خلينا صراحة مع بعض عشان نخلصوا. اللي إحنا فيه ده مش هيخلص إلا ما نمسكوا في إيدين بعض. كمنك يعني طول عمرك كنت حلوة وعايقة ولا حد شمل عيني، وانتي كنتي جبارة من صغرك، ومفيش نفر يقدر يرفع عينه فيكي. يا اختي كل الناس كانت تحبك وتحب تقرب منك، ليه؟ مفيش سبب. وانتي كنتي بتبصي في كل حاجة في ايدي وتاخديها حتى لو ما كنتش محتاجة لها. لما اتجوزتي عبد الله كنت حموت. كيف تدخلي بيت عبد الجواد؟ أكبر بيت في البلد. وإنتي كان كل همك تبقي زي كريمة، كان نفسك تحطي رجلك في البيت الكبير عشان تحكمي وتأمري في كريمة. فاكرة يا كريمة؟ فاكرة عبد جواد كديه ما كانش راضي يجوزك عبد الله، وإنتي ما صدقتي، دخلت البيت الكبير من هنا ونفخت النار، راح ابو عبد الله طرد عبد الله، بس انا ما همنيش، فردت ظهري ووقفت جنب عبد الله، كبر وكبرت معاه وبقيت احسن واحده في البيت الكبير ده كله. بالك يا كريمه حبيبتي، والله ولا لك عليا يمين، عشت طول عمري احلى من اليوم اللي اشوفك فيه كده، يعني مكسورة ومتهانة وجعانة ومش لاقية حتى هيد ما تسترك. والله يا ساتر يا رب، بس تقولي ايه بقى؟ الله كريم. صحيح، ونعمة بالله، وكان كريم معايا كمان. امال
تاني أحلى ولاد، حسن ومروان أم الولاد. أنا اداني الجنة زينب وشهر وريتال، بس أنا ما شفتش الهنا والعز اللي ربنا اداهولي، ما شفتش البيت اللي أنا كنت عايشة فيه واللي كل الناس تتمنى تدخله، ما شفتش روحي وأنا كبرت البلد، وكل النسوان تجي لحد عندي وتطي راسها، ربنا عزني، لكن أنا عقلي كان في ناحية تانية خالص. وأنا ربنا رفعني وقال لي يا كريمة مش هخليكي تحتاجي لحد، حتى جبرية اللي انتي قلقانة منها مش هخليها تشمت فيكي، هديكي كل حاجة من الخير وهخليها تشوف ان انتي في عز عمر ما حد شافه قبل كده. جبرية كريم، ما تيجي يا اختي نصفي قلوبنا كده وننظفها ونحط ايدينا في ايدين بعض، المشوار طويل قوي يا جبرية عشان خاطر ربنا. هاتي صافي لبن. حليب يا قشطي. لا جبرية يا جبرية، هاتي بوسة. هيرد عليك. هو مين؟ دكتور بتاع المجانين. اصلا انا مظبطه على الاخر، مش هيرد، ريح مخك. يلا يلا. اهلا اهلا حسن بيه، والله القاهره كلها نورك. اتفضل يا باشا. ايه متفاجئ مني ليه يا باشا؟ ده انا صوفه حبيبك. اتفضل اتفضل اتفضل. حسن بيه موجود؟ اه طبعا موجود، بس هو وصلني ان حسن بيه يكون راح نقشرته، اي حاجه محتاجها اوفقها له على طول. اتفضل يا باشا. تأمر بإيه بقى حضرتك؟ أي حاجة أنت عايزها موجودة، أي حاجة تأمر بيها تقول صوف أقول لك شبيك لبيك. إيه اللي جاب الواد ده هنا؟ ما تشغلش بالك بالخدامين. روح أعمل قهوة لحسن بيه، أنت مش فاكرها ولا إيه؟ لا إزاي؟ حد ينسى قهوة حسن بيه؟ ده حسن بيه. في إيه؟ اعتبره عبد من العبيد. عارف زمان كانوا بيعاملوا العبيد إزاي؟ كانوا بيجيبوهم عشان ينفذوا طلباتهم، واللي ما ينفذش الطلبات بيتقتل في ساعتها. خلي بالك عشان صوفا ده مش سهل، صوفا ده تعبان. اهلا اهلا اهلا، منورين. ازيك يا حسن؟ صام باشا. سعيد ان انا شفتك، بس الحقيقه عادل كلمني عنك كتير، مبسوط قوي ان انا شفتك. برافو عليك يا حسن انك جبتها معاك. انا اسف جدا إن ما وجهت الكيش دعوة خاصة. اعتبر الدعوة الخاصة حصلت. القهوة حسن بيه. تؤمر بأي خدمة تانية يا عصام باشا؟ هو أنت مش قلت إنك عامل لنا شو ما حصلش؟ أيوة طبعًا، حالًا هيحصل يا ريس. شو إيه بالظبط؟ لا ده عصام بيه حابب يحتفل بحضرتك احتفال خاص جدًا يعني. بعد إذنك يا ريس. أصل أنت غالي عندي أوي يا حسن،